جورجيو مافيوكوس الأمين العام لاتحاد النقابات العالمي. الإخوة والأخوات قيادات وأعضاء المنظمات النقابية في مختلف أقطار العالم، بالأصالة عن نفسي وعن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نتشرف بأن نهنئكم ونهنئ أنفسنا بمناسبة حلول الذكرى 75 على تأسيس اتحاد النقابات العالمي، والذي تأسس في 3 أكتوبر 1945 باعتباره أقدم منظمة نقابية عمالية. الزملاء الأعزاء، لقد لعب الاتحاد النقابات العالمي خلال مسيرته المضيئة على مدار 75 عاما دورا هاما في النضال من أجل العدالة الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة للعاملين وأسرهم وتحسين المعاشات، وكان ولا يزال ضد الرأسمالية المتوحشة وألا مساواة والخصخصة والإمبريالية ومن أجل التحرر من كافة أشكال التمييز. الإخوة والأخوات الأعزاء، أنا على ثقة بأن مسيرة اتحاد النقابات العالمي سوف تستمر وتتطور بالتوازي مع القضايا المعاصرة التي تواجهها الطبقة العاملة ومع التحديات الراهنة، والتي من أبرزها انتشار وباء كورونا لم يعهد بها العالم من قبل، وذلك آثاره المباشرة وغير المباشرة على العمال على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم. وسوف تتواصل مسيرته المضيئة بحروف من نور من أجل حياة أفضل للعاملين ومن أجل الحريات النقابية ومن أجل الدفاع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة وتوفير ضمان اجتماعي عادل ودعم للطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.